في تقاعد كاسب النماسك الله هاجس جاب البيوت الصرفية لجل غالينا أبو ياسر هالقافة شلة بلحون النادرة والصرفية بلحون النادرة والصرفية في تقاعد كاسب النماسك الله هاجس جاب البيوت الصرفية لجل أبو ياسر هالقافة شلة بلحون النادرة والصرفية التقاعد له نقيم اليوم حفله نهتف بتكريمه وفرحتنا حيه رافع الراس القبيل واسهله نفتخر بانجازه وفعوله الابيه من بعد خدمه سنين في سجله كلها جهد وتفاني ومعنويه كلها جهد وتفاني ومعنويه حان له يرتاح من جهده وحمله يا عسى ايامه سنين هنيه سيرته عز وفخر وامجاد والله فخر للوطن يستحق على المراتب العليا يستحق على المراتب العليا له مسيرة حافلة وكل يجله وله ما بين الناس شان ومقدرية والكرم والطيب كل جزل يهله واشهد انه راعي وقفة وحمية ذيب وعياله ذيابة نعم والله في خطى يمشون وبهمة قوية عنده فوق وياسر كل صعب يحل اخوانه اللي على الاعداء عله اخوانه اللي ما مشوا اخوانها اللي ما مشوا تنبردية في تقاعد كاسب النماسك الله هاجس جاب البيوت الصرفية لجل ابو ياسر هالقافة شلة فلحون النادرة والصرفية والفخر والمجد يضرب له تحية والفخر والمجد يضرب له تحية التقاعد له نقيم اليوم حفلة نهتف بتكريمه وفرحتنا حية رافع الراس القبيلة واسهلة نفتخر بانجازه ياسر كل صعب يحل اخوانه اللي على الاعداء عل اخوانه اللي ما مشوا تنبردية اخوانه اللي ما مشوا تنبردية في استوديوهات